بدنيا انهارنا كثير في اخر المقابله. الهدف الثاني كما يقولوا سي لي انيكدوتيك باسكو كي تجينا الهدف كي تكون شاد سكور وتجيك هدف معنويا يعني ننهاروا شويه. مي بون على العموم جو فيليسيت لي جوار على لو ماتش اللي داروه اون ساشون كو فوالا كما قلت نعاودها الفريق كان معظمه من الرديف ويعني عداو مقابلة ميلا. هاد يعني الشبان انا كيفاش يقولوا جو لي زونكوراج باش يكملوا ويقدروا يكونوا هما مستقبل الفريق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعني اليوم في النقاط الثامنه يعني عندنا دخلنا ديناميكي تاعنا تجيجه اليوم ضمن هذا المقابله الخامسه يعني بين الاجدام. يعني فوز اخر خارج الديار يعني بعد الفوز على البيضاء وبعد الفوز على اتحاد مشكله في مشكله نظن يعني جا المقابله تاع واتسوف اللي نعرفوا بلي فريق شريح فريق يعني يلعب ما عنده ما يخسر يلعب بمجموعه من الشبان كيما راهم شفتوا يعني راهم يكافحوا يعني حتى لاخر دقيقه. نظن يعني خلقوا لنا بعض الصعوبات خاصه يعني في التكتل يعني على الدفاع على المرمى تاعهم. دخلنا في مرحله تسرع في الشوط الاول يعني شفنا يعني ما صبناش الحلول خاصه يعني اللمسه الاخيره اللي كانت يعني غائبه وكانت يعني كلها لمسنا باللي كانت دي كونسونتراسيون ولا لا بريسيبيتاسيون هذيك هي اللي خلات اللاعبين تاعنا اللي ما يقدروش يوضعوا الكره داخل المرمى. في الشوط الثاني كما شفتوا يعني ايضا دخلنا يعني مسيطرين على الشوط حتى يعني الربع ساعه الاخير واستطعنا يعني بعد التغييرين اللي قمنا بها يعني جاء الهدف الاول على اثر كره ثابته وبعدين يعني هجمه مرتده زدنا الهدف الثاني. نظن اني مقابله تاع اليوم يعني في ظروف اللي موجودين فيها الفريقين نظن ثلاث نقاط هي الاهم. ثلاث نقاط هذه حتزيد الحظوظ تاع مقرى ان شاء الله للبقاء يعني زدنا ثلاث نقاط اخرى مهمه وان شاء الله راح نكملوا يعني بنفس المنوال باش نحسنوا المرتبه تاعنا المتواجدين فيها. اليوم في وجود نظن يعني احنا رانا حاليا يعني الفارق اللي بيناتنا راه فارق لاباس به نظن يعني احسن من اللي كان عليه من قبل. ايضا يعني دخلوا فرق اخرى في الحسابات يعني كما راك تشوف يعني جدول الترتيب يعني بعد انهزام تاع عده فرق يعني الان يعني اصبح الجدول يعني في المؤخره يعني مزير كثير. نظن يعني ضمان البقاء راح يتلعب حتى الجولات الاخيره. نظن يعني احنا المقابلات داخل الديار ان شاء الله نحاولوا نضمنوا نقاطها وبذلك يعني ان شاء الله يكون البقاء يعني في متناول ان شاء الله. لا منطقة الجنوب يعني خاصة منطقة الواد يعني نعرفوها يعني الشهر هذا يعني يكونوا فيه يعني العواصف الرملية وهذا هو الشهر نتاع الصحراء تاعنا والشهر نتاع واتسوف يعني ناسها الكرماء ناسها المذيافيين. نشكرهم أيضا على الاستقبال نشكروا الناس اللي كانوا في النزل يعني استقبلونا أحسن استقبال وإن شاء الله نتمناوا حظ أوفر إن شاء الله للفريق وما يوقعوش في الأخطاء اللي وقعوا فيها في بداية الموسم. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.